تحية للعربي بالمهيري، طبت حيا وميتا، وتحية للثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، وتحية للمقاومة الفلسطينية اللي مرقت أنف الصهاينة والأمريكان في التراب. نقدر نقول كده بلا سلاح يوسك. بسم الله والحمد لله. أما بعد أعزائي المشاغبين الكوزينين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة حنينة من الكوزينة البنينة. وكالعادة يا سادة، أخبار صار أخبار قديمة إحنا الكل عارفينها. كان في إشاعة عكسية، الحمد لله اللي أشاعوا الإشاعة طلعوا وقدوها علشان يتأكد لنا ما هو مسلم به. العربي بن مهيري بطل شعبي جزائري وأيقونة الحرية، اللي كلنا نعرف إن هو قتل غدرا إبان فترة اعتقاله أثناء الثورة التحريرية الجزائرية سنة 1957، إلا إنه المستعمر الفرنسي المجرم اللي كان عامل فيها إن هو كيوت أبى على الراجل ده فكرة إن هو يكون بطل شعبي وفكرة الاستشهاد في سبيل كلمة الله وحرية بلاده، وأشاعوا بين الأمم إن الراجل ده انتحر، وهم علشان كيوت ومستعمر لطيف ولذيذ لحبوب الإسعاف، لكن للأسف كان ضارب نفسه جامد فمات في الإسعاف قبل ما يوصل المستشفى. يا سيدي، وعلى اعتبار إن هو انتحر، خلينا نقول إن هو انتحر، يا ترى يعني هيكون انتحر إيه؟ من كتر المساج ولا من كتر الرفاهية اللي جوه المعتقل؟ ما أكيد كنتوا عمالين تقطعوا له في ضوافر، هو بيقول لكم مش عاوز أجوز ضوافر، هي حلو، أنتوا كنتوا عمالين تخلعوا له في ضوافره وتسلخوا له في وشه في فروة راسه. ورغم صدور المجرم القاتل اللي كان معروف في الجزائر باسم السفاح بول أوساريس اللي ظهرت في سنة 2000، واعترف في مذكراته بذات نفسه، شفت الغباوة، اعترف إن هو اللي شنق العربي بن مهيدي بإيديه. والحقيقة المسلم بيها في الجزائر وعند الجزائريين قبل المذكرات وبعد المذكرات وبعد الحوار مع صحيفة لوموند وبعد ما اعترف الحيوان المراهق إيمانويل نخفور كلب الروم بالكلام ده من كام يوم كده في المملكة المغربية، الحقيقة المسلم بيها عند الجزائريين إنه الرجل ده استشهد في سبيل كلمة الله وحرية الجزائر. وده طبعا بعد ما معرفوش ياخدوا منه في المعتقل أي اعترافات أو وشاية عن أقرانه في الثورة. من عظمة هذا الرجل، تخيل عزيزي المشاغب إنه الجنرال مارسيل بيجار واللي كان مسؤول عن استجوابه وفي الآخر تعذيبه علشان يطلع منه بأي معلومة قبل ما خلاص ما يغسل إيده منه ويسلمه للحيوان اللي هيشنجه، وقف وضرب له تحية عسكرية وقال لو أن لي سلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. والحمد لله إنه أمثال العربي بن مهيدي مش هيكونوا تحت ايدين كلب زي بيجار. المهم، واللي تاني مرة بعد مذكرات سنة 2000 سنة 2001 اعترف بول أوساريس نفس الحيوان لتاني مرة لصحيفة لوموند الفرنسية ان هو قتل الشهيد العربي بن مهيدي بايديه. وزي ما قلت لكم من شوية، من كام يوم طلع علينا إيمانويل نخفور كلب الروم بالسناري في 2024 اثناء زيارته للمملكة المغربية وقبل الذكرى 70 للثورة التحريرية الجزائرية بيوم او باتنين، واعترف لتالت مرة، وبالتالي وقد فكرة انتحار بن مهيدي حتى في فرنسا. وفي النهاية عزيزي المشاغب انتصر عليهم العربي بن مهيدي حيا وفضحهم بعد 70 سنة من استشهاده، ورسخ لمقولة انه كل احتلال كاذب زائل. وفي النهاية عاوز اقول تحية للعربي بن مهيدي، طبت حيا وميتا، وتحية للثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، وتحية للمقاومة الفلسطينية اللي مرقت أنف الصهاينة والأمريكان في التراب. نقدر نقول كده بلا سلاح يذكر. وإلى هنا عزيزي المشاغب الجميل، ومتعت حلقتنا الجميلة دي النهاردة، وأتمنى تكون عجبتكم. لايك للفيديو، شاركوا في القناة وتابعونا.